جولات فقط تفصلنا على نهاية مرحلة الإياب من البطولة الوطنية لكرة القدم، فما هي الفرق القادرة على المرور للعب من أجل التتويج باللقب؟ أيضاً الفرق الأقل حظوظ في ضمان البقاء أو لعب البلاي آوت؟ احتمالات متعددة وفي المجموعتين. اللعب من أجل اللقب في المجموعة الأولى فقط ثلاث فرق لا تزال معنية باللعب بالبلاي آوف، وهي الإفريقي، الترجي الرياضي، النادي البنزرتي. النادي الإفريقي المتواجد في المرتبة الأولى ب 26 نقطة له أكثر من فرضية للترشح للبلاي آوف. الانتصار في الزوز لقاءات المتبقية ضد كل من الترجي الرياضي وأولمبيك الكاف يرشحوه مهما تكون نتائج الترجي الرياضي والنادي البنزرتي في بقية لقاءاته. الانتصار وتعادل فيما تبقى من لقاءات يرشح ايضا الافريقي على شرط ان لا ينتصر النادي البنزرتي على الترجي الرياضي او ان يتعثر النادي البنزرتي في احد لقاءاته المتبقيه بتعادل او هزيمه او ان ينهزم الترجي الرياضي في زوز لقاءات. اما في صوره انتصار الترجي الرياضي على النادي البنزرتي في لقائه المتاخر فثلاث نقاط فقط تكفي الافريقي للمرور للبلاي اوف. الترجي الرياضي يكفيه الانتصار على النادي البنزرتي في اللقاء المتأخر للترشح للبلاي اوف مهما تكون نتائجه في الزوز لقاءات المتبقية، اما في صورة تعادله مع النادي البنزرتي فيكفيه انتصار في احد اللقاءات المتبقية، اي انه يصبح في حاجة الى ثلاث نقاط فقط، اما في صورة هزيمته ضد النادي البنزرتي فيصبح مجبر على الانتصار في الزوز لقاءات ضد كل من الافريقي ومستقبل مرسى او الانتصار على الافريقي باكثر من هدف فارق والتعادل امام مستقبل المرسى. النادي البنزرتي الانتصار في بقية اللقاءات الثلاثة المتبقية ضد كل من الترجي الرياضي، ترجي جرجيس وشبيبة القيروان تمكنوا من الترشح مهما تكون نتائج الإفريقي والترجي الرياضي في بقية لقاءاتهم. أما أي نتيجة أخرى فسيصبح على إثرها مرتبط مصيره بنتائج الإفريقي والترجي في الزوز لقاءات المتبقية، لأنه في صورة تواجد النادي البنزرتي الترجي الرياضي والإفريقي في النهاية في نفس المرتبة فالترشح سيكون للأفضل في المواجهات المباشرة بيناتهم الثلاثة. في المجموعة الثانية أربع فرق لا تزال معنية بالترشح للبلاي أوف، وهي النادي الصفاقسي، النجم الساحلي، الملعب التونسي والاتحاد المنستيري. النادي الصفاقسي تكفيه نقطة واحدة أي التعادل للترشح للبلاي أوف على شرط أن لا ينهزم ضد الملعب التونسي بفارق أكثر من هدف. النجم الساحلي في حاجة إلى ثلاث نقاط أي انتصار وحيد في الزوز لقاءات المتبقية أو التعادل في أحد اللقاءين على شرط أن لا ينتصر كل من الملعب التونسي والاتحاد المنستيري في أكثر من لقاء. الاتحاد المنستيري والملعب التونسي كلا الفريقين مجبر على الانتصار في الزوز لقاءات المتبقية إذا يحبوا يبقى لهم أمل الترشح للبلاي أوف، مع الدعاء للنجم بالهزيمة في الزوز لقاءات المتبقية ضد كل من الاتحاد المنستيري والملعب الجابسي. إمكانية صعبة وإن حصلت فسيلتجئان على أثرها للأهداف المسجلة والمقبولة والتي سترشح الاتحاد المنستيري. اللعب من أجل تفادي النزول. في المجموعة الأولى أولمبيك الكاف وضع قدم بالقسم الوطني باء، ينتظر مفاجأة، ينتظر هزيمتين أو تعادلين أو هزيمة وتعادل للأولمبي الباجي مع انتصاره في اللقاءات المتبقية ضد كل من شبيبة القيروان والنادي الإفريقي لتفادي مغادرة قسم النخبة ولعب البراج. أما في كل ما تبقى فسيصبح كل من الأولمبي الباجي وترجي جرجيس الثنائي الوحيد المعني بالبراج. ترجي جرجيس تكفيه ثلاث نقاط أي انتصار وحيد في أحد زوز لقاءات المتبقية لتفادي البراج، أما الأولمبي الباجي فالإمكانية الوحيدة اللي تمنعوا البراج تتمثل في الانتصار في الزوز لقاءات المتبقية ضد كل من مستقبل مرسى وترجي جرجيس، مع عدم حصول ترجي الجنوب على أكثر من التعادل ضد النادي البنزرتي. فرق لا تزال معنية بمغادرة قسم النخبة والبلاي آوت.
صاحب المرتبة الأخيرة قوى في القفصة أمام وضعية حرجة تجبره على الانتصار فيما تبقى، أي ضد كل من نادي صفاقسي وأمل الحمام سوسة، مع تمني التعثر لبقية الفرق المعنية. أمل الحمام سوسة يواجه ثنائي معني بنفس المصير، قوى في القفصة والملعب الجابسي. الانتصار على أحدهما والتعادل مع الثاني يضمن له البقاء. أما الملعب الجابسي فهو في نفس وضعية قواف القفصة، أي حتمية الانتصار في لقائه ضد كل من أمل حمام سوسة والنجم الساحلي حتى يتفادى المفاجآت، في حين يبقى نادي حمام لنف في حاجة إلى انتصار وحيد، أي 3 نقاط لضمان البقاء. فمن سيكون صاحب الحظ السعيد في هذه المجموعة العنكبوتية والذي سيتفادى في النهاية النزول أو لعب البراج؟